مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافر بو؟ ليلى 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 مين بيعرف يا حلوين هالأقصى اللي بنحبه؟ ليلى 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 شو بيخلي المسلمين يتمنوا سافر بو؟ ليلى 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 اللي بيعرف أفضله تاريخه اللي جراله لو تسأل عن أماله بيتمنى يصلي في الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب هذا المسجد تاني بيت مبني في تاريخ الأرض وصلاتك لو في صليت أجر كبير سنة وفرض نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب ونبينا محمد زاره ليل الإسراء والمعراج أنواره مع آثاره لسه فوق الصخرة صلى بكل الأنبياء ومنه سافر للسماء واللي بيقرأ الإسراء يلقى بأول آية الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى عمر بن الخطاب ورجال المقدس عرفوا أول ما شرف على الباب مفتاح الأقصى أعطوه ومحمد وصانا وقال لما بدنا نشد الحال يا بنروح الحرم المكي أو للمدني أو للأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب مرت على الأقصى أيام ضعفوا فيها المسلمين هاجمهم جيش الظلام واحتلوا أقصانا سنين لكن زان صلاح الدين جيش الدين وملد زمين الله بالنصر المبين حقق حلمه ورجع الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب والصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا نزرع هن ونغرس وردك طاعة رب العزة تعزك لا تخلي الشيطان يوزك نتعاون أنا وإنت وكلنا ونتذكر الله مع الوحدة ورايح يرجع إلا الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب نصلي في الأقصى يا رب يا رب يا رب نصلي في الأقصى يا رب الصهيونيين اليوم رجعوا احتلوا أقصانا لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا وإحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننام تعرف شو إلنا بينزم مين اللي فيك بيعلم لازم يا عمو نتعلم لازم إحنا نعد العدة لازم للعالم نتكلم نزرع غنة ونغرس وردة طاعة رب العزة تعزك لا تخلي الشيطان يوزك نتعلم